ابراهيم الشاي هيبرد. انت بجد مش متخانقه مع جوزك يا صفاء؟ يا واد فضل الله ولا فعلك، ده احنا ما بنصدق يعدي علينا يومين من غير خناق. يعني عايزه تفهميني اني جايه لي من صباحيه ربنا كده عشان تعملي لي كوبايه شاي وسندوتش؟ لا بس ده الميعاد الوحيد اللي هعرف اتلم عليك فيه. عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ متخانقه مع جوزك؟ يا واد بتكلم بجد بقى. بتكلمي يا صفاء قولي، موضوع ايه؟ جايبه لك عروسه. عروسه؟ وانت من امتى بتجيبي لي عرايس يا صفاء؟ من ساعه لما حسيت انك انت عاجبها وبتتكلم عليك كتير. وهي مين دي بقى ان شاء الله؟ العروسه يا هيما. ايوه اللي هي مين يعني؟ البت سماح اخت جوزي. سماح؟ سماح العيله دي؟ سماح مش عيله، دي عندها 23 سنه وانا قدها، كنت خلفت اول عيل. يا هيما يا هيما البت ما تتعيبش، دي حلوه وزي القمر، وكمان البت اتربت قدامي وعارفه اخلاقها كويس، دي صنف بنات خلص خلاص ما فيش منه اليومين دول. كمان يعني لما بجيب في سيرتك كده بحس انها بتتلخبط وتبقى مش على بعضها، وكمان بتتلكك يعني عشان تعرف اخبارك. يعني هو ده اللي جابك مخصوص؟ هو في موضوع اهم من كده يستاهل اني اجي لك علشانه؟ يا ابراهيم يا ابراهيم الحمد لله انت عندك اهم حاجه محتاجها الراجل عشان يتجوز، الشقه دي. كمان يا ابراهيم انت اكيد قعدتك لوحدك دي مزهقاك، الجواز ونس يا ولد. كمان يعني لما انت كده تجيب لك عيل ولا اتنين وانت شاب كده يكبروا قوام ويخووك، وتحس كده انت حابب عيشتك علشان مهما كانت عيشتك دي بقى فيها قرف وعكننه. حب الزلابيا سخنين انما ايه يستاهلوا بقك وصايا. اتفضل يا حبيبي بالهنا والشفا. يا سلام عليك يا ام حنان، بس انا كده هشبع مش هعرف افطر. تفطر؟ جرى ايه بقى؟ وانت خلاص خدتها حلوانه في سلوانه؟ كل يوم والتاني تاخد البت في دراعك وتفطروا برا الشغل ولا ايه؟ ما هم دول الساعتين اللي نعرف نخرج فيهم سوا يا ام حنان. من الليل بيبقى الوقت متاخر. ده حتى يوم اجازتنا احنا الاثنين مش واحد. يعني لو انا اجازه هي بتبقى شغاله، ولو هي اجازه ببقى انا شغال. ما ينفعش ما ينفعش يا حبيبي، مش معقوله يعني داخل خارج داخل خارج كده وتحب فيها وخلاص. الله بص بقى، انت زي ابني بالظبط وهي زي بنتي. انا عايزه اطمن عليك يا حبيبي. الله قول لي انت ناوي على ايه؟ ما انت عارفه اللي فيها يا ام حنان. هو انا مش حكيت لك عن مشكلتي مع الحاج؟ ايوه حكيت لي عن مشكلتك مع الحاج. الله بس ما ينفعش يا الله، داخل خارج داخل خارج. مش خايف عليها؟ مش خايف على سمعتها؟ مش خايف من كلام الناس عليها وكلام زمايلها في الشغل؟ لا طبعا يا ام حنان، انت لسه قايله حالا ان انا زي ابنك، يعني انت عارفاني كويس. انت تعرفي عني ان انا من النوع اللي بياخد بنات الناس لعبه؟ الحق يتقال لا، بس ابوك كمان مش هيقوم من النوم كده فجاه ويقول لك اعمل اللي انت عايزه، اتجوز البنت اللي نفسك فيها. صح بقى ولا انا غلطانه؟ عندك حق يا ام حنان صح. يبقى تواجهه، تتكلم معاه، اعرف هتقول له ايه بالظبط، فاهم ولا لا؟ ما تفضلش مطنش كده وعامل نفسك مش واخد بالك. طول ما ايمان عندي هنا في البيت انا اللي حافظ عليها، وانا بقى اللي حافظ على سمعتها. مفهوم؟ مفهوم يا ام حنان. انا جاهزه.